بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معادنا النهاردة مع الدرس 19 من دروس الجافا سكريبت. هنركز النهاردة إن شاء الله على الـ Events. هناخد مثال عملي، هنشتغل في Events وهنشتغل في برضو Function، يعني هيكون على سبيل مراجعة بعض الدروس السابقة إن شاء الله. هبدأ بكود HTML عادي، بعد كده التاج بتاع البادي، وانلود ده ايفنت، يعني معناه اول ما الصفحة يتم تحميلها انلود. اثناء التحميل ايه اللي هيحصل؟ روح للدوكيمنت الفورم 1 اللي هي جوه الدوكيمنت، جوه الاوبجكت اللي اسمه دوكيمنت، جوه التكست بوكس اللي اسمه تكست، انا سميتش تكست، فيرست نيم، كان لو موجود تحت هنا اهو اسمه تكست فيرست نيم، ده عبارة عن تكست بوكس عادي. روح اعمل عليه فوكس دوت فوكس، يعني اول ما تفتح الصفحة روح حط الكرسور بتاع الماوس داخل مربع النص ده، داخل التكست بوكس ده اهو بنفس الطريقة ديت. شايفين اللي بيحصل ايه؟ اول ما افتح الجهاز هلاقي الكرسور بتاع الماوس موجود داخل التكست بوكس الاولاني اللي اسمه تكست فيرست نيم. ده بالنسبة لاول حدث عندي اللي هو اون لود خلال تحميل الصفحة بتاعتي. بعد كده هروح اكتب التاج دوت، التاج ده تاج عادي، تاج HTML عادي. هكتب كلمة كريدت ابلكيشن، كلمة عادية هحطها بين تاج ال H2 وال H2. ال H2 دوت اللي هو يعني هيدنج، يعني عشان يكون الخط بشكل كبير، دي ما فيهاش أي حاجة، ده شغل HTML. بعد كده فونت، وداخل الفونت دوت هكتب الفورم، يعني الفورم دي كلها اللي أنا هشتغل عليها هتتأثر بالفونت اللي هو الفيس بتاعه اريال والسايز بتاعه 3. الفورم دي هسميها فورم 1، طبعا انا رحت ناديتها فورم 1 دوكيمنت دوت فورم 1 دوت تكست فيرست نيم دوت فوكس. الفورم بتاعتي اسمها فورم 1. هعمل تيبل، جدول عادي جدا. التيبل ده يكون فيه مجموعه من الصفوف والاعمده. هنشتغل على الصف الاول. الصف الاول فيه اول عمود هكتب فيه كلمه فيرست نيم، والعمود الثاني هيكون فيه مربع النص اللي هو الفيرست نيم، هيكون بالمنظر دوت عندي، هيكون عباره عن ده اول صف بالنسبه لي، في كلمه فيرست نيم وفي مربع نص اللي هو اسمه تكست فيرست نيم. بعد كده هعمل الصف الثاني بنفس الطريقه، هيكون لاست نيم ومربع نص اسمه تكست لاست نيم. لكن مربع النص التاني فيه حاجة مهمة جدا، مربع النص الأولاني اللي هو التكست بوكس الأولاني مفهوش أي تريك، مفهوش أي حاجة خالص، لكن مربع النص التاني اللي هو اسمه تكست لاست نيم دوت أنا عملت فيه ايفنت اسمه اون تشينج. اون تشينج مهم جدا يا جماعة، يعني أول معناه أول ما تقف على مربع النص التاني ده وتغير فيه أي كتابات، تكتب فيه أي حاجة، هو فاضي أهو، لو كتبت فيه أي حاجة يبقى أنت عملت تشينج، علشان كده الكود اسمه اون تشينج. اون تشينج هتعمل ايه؟ روح نادي على الداله اللي اسمها جيت فول نيم، روح نادي على الداله، اعمل كل الداله اللي اسمها جيت فول نيم. احنا عايزين نعرف الداله دي في ايه، هنعرف في وقته. طيب بعد كده في صف تالت، يبقى احنا عرفنا اون تشينج معناها ايه. اول ما تعمل اي تغيير في مربع النص التاني ده، يعني تكتب اي حاجه فيه او تعدل اي حاجه فيه، روح نادي على الداله الفلانيه اللي اسمها جيت فول نيم. مربع النص التالت اسمه فول نيم، ده عبارة عن مربع نص عادي جدا اسمه تكست فول نيم. بعد كده الصف الأخير هيكون فيه بوتون، بوتون عادي جدا. البوتون دوت هيكون الفاليو بتاعته مكتوب عليه شو فول نيم، وفي حدث، الحدث ده اون كليك، يبقى احنا خدنا مجموعة من الأحداث، خدنا الاون كليك وخدنا الاون تشينج. تمام، الاون كليك معناها ايه؟ روح نادي على الداله اللي اسمها جيت فول نيم. يبقى انا عندي طريقتين بنادي مع الداله اللي اسمها جيت فول نيم، يا اما اون تشينج بالنسبه لمربع النص الثاني لو عملت اي تعديل او اي تغيير في مربع النص الثاني، او بمجرد الضغط على الزرار اللي اسمه اللي مكتوب عليه شو فول نيم، بروح انادي على الداله اللي اسمها جيت فول نيم. ده بالنسبه للمنظر العام بتاع الملف بتاعي، يكون بالشكل اللي انتم شايفينه ده، مربع نص اول، مربع نص تاني، مربع نص تالت، وفي زرار. طيب يهمني بقى الداله، هي دي الشغل بتاعي بعد لما اخلص طبعا التيبل بتاعي خالص، وبخلص
الكود ال HTML اروح اكتب كود جافا سكريبت. كود الجافا سكريبت عادي جدا وسهل جدا، بعمل فانكشن اللي بروح اناديها سواء بالزرار او بمربع النص الثالث مع اي تغيير في مربع النص الثالث on change. الداله دي اسمها get full name، بعرف ثلاث متغيرات، المتغير الاول اسمه first name، المتغير الثاني اسمه last name، المتغير الثالث اسمه full name. بقول له الفيرست نيم روح حط في الفيرست نيم التالي، حط قيمه الفاليو بتاعت مربع النص الاول اللي اسمه تكست فيرست نيم اللي موجود داخل الفورم 1 اللي موجود داخل الصفحه بتاعت الدوكيمنت. يبقى هو ده الاوبجكت اورينتد بروجرامنج يا جماعه. انا بقول له روح حط في المتغير اللي اسمه فيرست نيم حط في قيمه مربع النص الاول. بنفس الطريقه المتغير اللي اسمه لاست نيم روح حط في قيمه الايه مربع النص الثاني، يعني اللي اليوزر هيكتبه هنا في الجزء ده في المربع النص الاول روح حطه في متغير اسمه فيرست نيم، واللي اليوزر هيكتبه في مربع النص الثاني روح حطه في متغير اسمه لاست نيم. طب ايه المتغير الثالث بقى؟ ده هعمل بيه عمليه دمج او عمليه جمع السترنجز، يعني هجمع اتنين سترنجز مع بعض. هقول له روح اجمع الفيرست نيم زائد اللاست نيم وحط ما بينهم مسافه، يعني مثلا هكتب شريف محمد هيطلع لي شريف محمد وما بينها مسافه. طبعا هنا الكونكاتينيشن اللي احنا عرفناه قبل كده اللي هو عمليه المزج او الربط ما بين تو سترينجز، ما بين متغيرين من نوع السترينج. طب انت خلاص كده خلصت، عايز تعمل ايه تاني؟ روح بقى حط المتغير اللي اسمه فول نيم دوت اللي هو فيه كلمتين مع بعض شريف مثلا محمد، حط الجمله ديت فين؟ روح حطها في مربع النص الثالث اللي هو فاليو الفاليو بتاعت التكست فول نيم اللي هو مربع النص الثالث. يبقى هنا عملت عمليه عكسيه، هنا اخد اللي حطه اليوزر وبعد كده حطه في مربعات في مربع النص، هنا فوق العكس. بص يا جماعه تلاقوا المعادله دي مقلوبه هنا، يعني هنا القيمه او الكلمه اللي حطها اليوزر روح حطها في متغير، لا هنا روح حط المتغير في المربع النص الثالث. دايما بنقرا الاول من اليمين، يعني روح حط الفول نيم في كذا، هنا روح حط الكلام ده في الفول في الفيرست نيم. دايما بقرا هنا من اليمين، يعني هنا بروح اعمل اساين، بروح احط القيمه بتاعت الفول نيم في الفاليو بتاعت الايه او في التكست فول نيم اللي هو المربع النص الثالث. بروح انا دي طبعا باسمه الكامل اللي هو بيسموه الفولي كواليفايد نيم دوكيمنت دوت فورم نيم دوت تكست فول نيم دوت فاليو. تمام، اروح اشغل الملف بتاعي، طبعا هكتب اسمي مثلا هقول له شريف محمد. بمجرد ان انا اقف، طبعا انا عملت هنا تشينج في مربع النص الثاني، بمجرد ان انا اقف في مربع النص الثالث سواء بالماوس او بالتاب، اعمل كليك بالماوس هنا او بالتاب بيكتب لي شريف محمد على طول، لانه راح نادى الفانكشن، ناداها اخد ده وجمعه على ده وحط في مربع النص الثالث. طب لو دي مش عندي، لو انا ما عملتش اون تشينج، لو انا جيت هنا ومسحت الاون تشينج ديت، هنفترض ان انا مسحت الاون تشينج ديت خليتها مش موجوده عندي خالص مثلا، جربوا انكم تمسحوها وروح اشتغل على البوتن اللي هو اون كليك. انا عاملها حالتين، يعني اون تشينج وعامل اون كليك. هتعمل ايه؟ روح بس مجرد اعمل كليكايه على شو فول نيم هيطلع لك الاسم بالكامل. انا استخدمت الحدثين علشان خاطر اجرب الاثنين مع بعض. وبكده نكون هنا درس النهاردة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.